مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. النهاردة حلقة مستعجلة ومستعجلة قوي كمان. أنا مش متعود أعمل كل أسبوع حلقة، لكن الأسبوع اللي فات أنا عامل حلقة والنهاردة بعمل حلقة، يعني مفيش فرق بينهم أسبوع. طبيعي إن أنا بستنى فترة طويلة عشان أعمل حلقة، ولما يكون الموضوع حيوي حتى ان اعمل حلقه، لان لما بعمل حلقه متكامله، موضوع متكامل مترابط، موضوع نطلع منه بحاجه. لكن الحلقه دي ايرجنت، يعني حلقه طوارئ بعملها النهارده بعد ما تلقيت مكالمه مهمه جدا جدا جدا. الحقيقه قبل ما ابتدي في الحلقه عايز اوضح حاجه. ناس كتير بتلومني لما بناقش او بنتقد بعض تصرفات رجال الدين. عندهم حق، يعني هما بيوقروا رجال الدين وما بيحبوش حد ينتقد رجال الدين. واتذكر ان احد الرهبان اتكلم مع ناس قرايبي بيقول لهم ما يصحش ان احنا ننشر غسيلنا بره. طيب ما يصحش ان احنا ننشر غسيلنا بره، يعني ما يصحش الناس تشوف اخطائنا، تمام. طب وليه يكون عندنا غسيل يتنشر بره من اساسه؟ ليه يكون عندنا اخطاء؟ وامتى هنتجاوز الاخطاء دي؟ طب ما بالادهى ان احنا نناقش الاخطاء دي عشان ما تحصلش، عشان ما يبقاش في حاجه ننشرها بره. لكن طول ما ده خايف ان يتكلم في حاجه، وده خايف عشان ما ننشرش بره، ولا عشان يحسن الجلابيه السوداء، اوعى الجلابيه السوداء، اوعى العبايه السوداء، الكلام ده في القرن ال 22 وفي الالفيه الثالثه ما يمشيش. وعلى فكره ما يمشيش من زمان ما يمشيش. يعني داود النبي لما اخطا ربنا بعت له ناسان النبي عشان يرجعه عن خطأ، بعت لنبي نبي تاني عشان يرجعه عن خطأ. مش معنى كده ان انا نبي، لا، بس معلش ممكن ربنا يبعتني انا الانسان البسيط الخاطي، ان انا عشان اقول لك انت معلش النقطة دي ما كنتش فيها مظبوط، سامحني النقطة دي ما كانتش فيها حكمة. احنا دايما بننتقد للاصلاح، لان مفيش حد غيور على كنيسته ولا على اباء كنيسته. ادي نص قرايبي منهم كهنه ومنهم رهبان ومنهم راهبات، وانا متمسك بكنيستي وبعتبر نفسي ارثوذكسي صميم، لكن هذا لا يمنع اني لما يكون في حاجه غلط هنتقدها، ولن اتوقف عن هذا، لان انا عندي مبدا ثابت واخده في حياتي: ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. ربنا عندي الاول والاخر. اي حد بعد كده، اي حد بعد كده يجي بعدين، لكن ربنا في الاول. طبعا انا في الفيديو ده بخاطب قداسة البابا تودروس الثاني، بقول له: يا قداسة البابا تودروس، انت بتعمل كده ليه؟ اعتبرني انسان، اعتبرني ابنك، اعتبرني انا اسمي وجيه على اسمك قبل ما تترسم في العلمانية. ويمكن لو كنت دخلت في سلك العلمانية كان زماني مطران كبير او اسقف كبير، لكن الحمد لله عشان انا انسان خاطي ربنا قال لي: لا، خليك انت بعيد. طيب الانسان الخاطئ ده نسمعه ولا ما نسمعوش؟ نسمعه، لان ربنا ساب 99 خروف ودور على الخروف الضال. اعتبرني خروف ضال ونتناقش وبهدوء. قصة يا جماعة، قصة ان انا اكتر من واحد اتصل بيا. طبعا انتوا عارفين ان انا على شبكة الفيسبوك عندي اكتر من 5000 فريند ومتابعين، وعندي ناس برضو متابعيني كتير قوي على قناة اليوتيوب. الناس اللي بتتابعني دي من كل دول العالم، يعني في من استراليا، عندي في من كندا، في من فرنسا، في من النمسا، في من المانيا، في من السودان، في من النرويج، في من بلجيكا، في من هولندا، كتير قوي، كلهم اصدقاء وجمعنا الفيسبوك
من خلال الفيسبوك لما بيكون إنسان عنده مشكلة بيطرحها عليا. النهاردة جاتني صرخة جامدة ألمتني. الحقيقة الموضوع دوت اللي أنا هفتحه يعني قاله لي أكتر من واحد قبل كده، بس ما كنتش أملك داتا قوية عليه. لكن النهاردة بعد ما كلمني الأخ ده، هو بيصرخ انجدونا الحقونا أرجوك اتكلم في الموضوع ده، أنا لازم أطرح الموضوع ده. والموضوع ده مش بطرح عليكم أنتوا بس، أنا بطرحه على كل النشطاء الأقباط اللي عندهم نوع من أنواع الكرامة وكلمة الحق. بطرحه على أقباط المهجر وأولهم الأستاذ مجدي خليل. الأستاذ مجدي خليل أنا بعنيه بالرسالة دي، يا ريت يتابعني في الحوار ده ويعمل حاجة. برضو بتناول الموضوع ده، بكلم الأستاذ مدحت إلادة، بكلم الأستاذ مدحت عويضة، بكلم الأستاذ حسني بباوي، بكلم الأستاذ ديفيد رايت، بكلم الأستاذ إبراهيم عبد النور. بكلم كل يعني عشان ما انساش حد، كل ناشط في مجال أقباط المهجر يكون معايا في الموضوع ده، عشان الصرخة اللي جاتني دي لازم نلاقي لها حل ولازم نتوجه لها بحل. الراجل دوت اللي اتصل بيا النهارده راجل واخد بكالوريوس تجاره، واخد بكالوريوس سياحه وفنادق، واخد كمان اكليريكيه التلاته، وعايش في اسكندريه. كان عايش في اسكندريه، وكان عايش جنب كنيسه القديسين، وكان حاضر الحادثه بتاعت انفجار كنيسه القديسين، وشاف الجثث، وشاف الناس اللي انفجرت، وشاف اللي عين الاطفال، وشاف الستات اللي ماتت والعرايس اللي ماتت. طبعا لما قامت ماسبيرو كان من ضمن الناس اللي كانوا في ثورة ماسبيرو. اعتدى عليه الأمن المركزي وضربوا ضربات قوية على دراعه اليمين، اتكسر فيها المفصل اليمين بتاع دراعه، وحاول الأمن المركزي يرميه حي في النيل، يرميه في النيل عشان يموته، لكن ربنا أنقذه من القصة دي. عمل عملية في كتفه، ما كانش ما يعني ما نجحتش. سافر ألمانيا وأخد أسرته وعمل لجوء في ألمانيا. لما عمل لجوء في ألمانيا أخد مراته وبنته. ألمانيا اطلعت على كتفه وكلام من ده، واخد لهم تقارير، واخد لهم كل حاجة، واخد لهم اللي حصل معاه وكل حاجة. عملوا له عملية في كتفه، الحمد لله ابتدت الأمور تتحسن وابتدى يرجع لحالته الطبيعية. القصة هتبتدي من هنا، خلوا بالكم معايا من هنا، والكارثة هتبتدي معايا من هنا. يعني عايز أقول، إذا كنا إحنا ضيعنا حقوق الأقباط جوه مصر، فهل نضيع حقوقهم بره مصر؟ ركزوا معايا في اللي جاي. الأخ ده لما قدم لجوء جاله رفض، عمل نقد جاله رفض، عمل استئناف جاله رفض، عمل لجوء للمرة التانية جاله رفض، نقد للمرة التانية جاله رفض. فقال لهم أنا واخد رفض ليه؟ قالوا له الحال عندكم زي الفل في مصر، وعندنا ورق من البابا وكلام من البابا بيقول الحال زي الفل في مصر، كمان السيسي راح عندكم الكاتدرائية، يعني فل شمعة مروان. قال لهم ازاي؟ ثلاث حاجات حصلت. والمقولة للراوي قال لي إن مساعد وزير الخارجية بتاع ألمانيا راح لقداسة البابا في الكاتدرائية زاره، فقال له إيه وضع الأقباط وكلام من ده، قال لهم ما تسمعوش كلام الأقباط اللي في ألمانيا، دول لا يمثلونا، ما تسمعوش كلام الأقباط اللي في ألمانيا، دول لا يمثلونا. النقطة التانية، المسيحيين في عصر السيسي عايشين أحسن عصورهم وأزهى عصورهم، وعايشين أحسن من المسلمين، واخدين حقوقهم كاملة كاملة. الحاجة التالتة اللي قالها لهم، نطالب الشباب الأقباط في ألمانيا وفي أوروبا للرجوع، حيث أنه توجد فرص كبيرة للعمل في قناة السويس الجديدة، إحنا عايشين في سلام وأمان. بناء على دي انتوا عايشين زي الفل، والبابا بتاعكم بيقول انه عايشين زي الفل ومفيش اي مشاكل، اخدوا رفض. هنا السؤال يا قداسة البابا،
احنا في مصر عايشين زي الفل، المسيحي في مصر عايش احسن من المسلم؟ لا، السؤال مش كده خالص. المسيحي في مصر عايش زي المسلم؟ طب المسيحي في مصر عايش زي المرأة المسلمة؟ شفت نيافتك تشكيل الوزارة الجديد وتشكيل المحافظين الجديد؟ مفيش ولا وزير مسيحي، مفيش ولا محافظ مسيحي. معلش، أصل الظروف صعبة. طب ده تعينت في البحيرة ست محافظة للبحيرة، مع إن في حديث صريح بيقول لا يفلح القوم إن ولوا أمرهم امرأة، يعني ضد الدين، ومع ذلك اتولت. محدش قال لا. ليه؟ لأنها مسلمة. مفيش حديث بيقول لا يفلح قوم إن ولوا أمرهم قبطي أو مسيحي، لكن لو تولى مسيحي تخرب الدنيا زي ما حصل في قنا. لكن احنا عايشين فله شمعة منورة. لا عندنا في المحافظين محافظ، ولا في الوزراء وزير، ولا في المخابرات ضابط، ولا في أمن الدولة، ولا في أي حاجة، ولا في المجلس العسكري، ومع ذلك احنا عايشين واخدين حقوقنا كاملة. بناتك بتتخطف في قداسة البابا كل يوم كل يوم، ومفيش أي تصريح من نيافتك، ما بتقولش إن بناتنا بتتخطف. ما صرحتش لسيادة وزير مساعد وزير الخارجية بتاع ألمانيا إن بناتنا بتتخطف كل يوم وبتتأسلم وعن طريق الأزهر وموافقة الدولة، والدولة تعلم، ورئيس دولتك لا يملك أن يقول لشيخ الأزهر إلا عذبتني يا فضيلة الإمام. هي دي الحقوق اللي احنا بناخدها، هو ده الأمل اللي احنا عايشين عليه. فرق ايه عهد السيسي بالنسبة للأقباط عن عهد اللي قبله؟ عمل لك قانون بناء كنائس؟ كم كنيسة بنيتها من ساعة ما طلع القانون؟ لا، أسألك أنا سؤال تاني، كم كنيسة اتحرقت؟ حقوقنا فين اللي أخدناها؟ شفنا حاجة من حقوقنا خدناها على ايد سيادة الرئيس المعظمة المفدى سيادة الرئيس السيسي؟ ما شفناش حاجة. شفنا ابتسامات، شفنا زيارات في الكاتدرائية. بناتنا بتتخطف كل يوم يا قداسة البابا، ومحدش بيتكلم. بس كان في ناس بتتكلم لما تتخطف مرات كاهن. كان ده امتى؟ كان ايام البابا شنودة. لكن في غير كده لا، دلوقتي ما فيش حد بيتكلم، كله فلة شمعة منورة، والأقباط بياخدوا حقوقهم زيادة. طيب 13,000 لاجئ مقدمين لجوء في ألمانيا، 1,000 فقط اللي أخدوا لجوء من 13,000. 12,000 دول على فكرة دول كلهم يعني هاجروا من 3 4 سنين ايام عصر حكم الاخوان، يعني دول لما يرجعوا مصر فين فرص العمل اللي ليهم؟ فين فرص الشغل في وقت وصل فيه الدولار ل 17 و 18 جنيه، وقت وصل فيه الفشل لكل قطاع الدولة، كل قطاعات الدولة فاشلة، كل قطاعات الدولة فاشلة. مش أولى دولة لو كان عاشوا في أوروبا ولا غيره واشتغلوا ونجحوا كانوا وردوا لك عملة صعبة تفيد بلدك وتفيد مصر؟ هتستفاد إيه إنك أنت تخرب على أقباط هجروا وتعبوا ودفعوا وصرفوا وليهم مشاكل جوه مصر؟ يعني لو رجعوا جوه مصر ممكن يتقتلوا. ولا إحنا نجحنا كويس قوي ان احنا نضيع حقوق الاقباط جوه مصر، وبندور ان احنا نضيع حقوقهم كمان بره مصر. بتعمل كده ليه يا قداسة البابا؟ بتعمل كده ليه يا قداسة البابا؟ وبتقول كده ليه يا قداسة البابا؟ احنا لما شيخ الازهر بيروح بره مصر واوروبا ويقول المصريين عايشين زي الفل، بنقول له انت غلطان، عايشين زي الفل ازاي؟ والمسيحيين زي الفل، نقول له لا غلطان. طب وانت لما تقول نفس الكلام مش هنقول له غلطان؟ واحنا لما نقول لشيخ الازهر انت غلطان في النقطه دي يا شيخ الازهر تبقى حلوه، ولما نقول لنيافتك انت غلطان تبقى كخه؟
ليه يا قداسة البابا بتضطرنا لده؟ احنا بنحبك وبنعزك وبنوقرك وبنقدسك، ليه تضطرنا لده؟ ليه تخلي اولادك يصرخوا يبكوا؟ ليه تخلي 12,000 بيتين ودمعتهم على عينيهم؟ كنت تملك انك انت ترفع المعاناة عنهم، وانت تملك تعرف تماما ما يعانونه جوه مصر، ولما يجي لهم الفرج ويصرفوا فلوس ويطلعوا بره البلد يجي كلامك يا قداسة البابا يحطم امالهم ويحطمهم. هناخد ايه؟ هناخد ايه ونيافتك هتاخد ايه؟ هتاخد رضا السيسي؟ ولا الهوى، ولا الهوى، ولا ليه اي لازمه. رضا الله، رضا الله فقط، رضا الله فقط. ومش عايز اقول ايات على من يتكل على ذراع بشر، مش عايز اقول الكلام ده، مش عايز اقول ان في متى 10:39 من وجد حياته يضيعها ومن اضاع حياته من اجل يجدها. ايات بتقول لنا خليك عينك على ربنا، خليك عينك على ربنا هو اللي هيحرسك، ولو ضيعت حياتك عشان ربنا هتلاقيها، ولو حاولت تحافظ على حياتك هتضيع. وننبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. ده الكلام اللي المفروض انتوا تعظوه لينا. ده احنا حافظين قشور، حاجات من ايام ما درس الاحد كنا بنسمعها، ايام ما كنا صغيرين وكانوا بيعلمونا ان احنا لازم نسمع كلام ربنا. دلوقتي ابائنا اللي المفروض بيعلمونا الصدق، ويعلمونا الاخلاص، ويعلمونا ان الانسان يكون صادق مع نفسه ومع الاخرين، نشوفهم بيعملوا كده. صعب، صعب جدا يا قداسة البابا. القصة ما خلصتش، القصة أخطر ما يكون جايلكوا فيها. الأخ ده لما وصل ألمانيا في البداية قبل ما ياخد الرفض، طبعا هو كان مصاب في كتفه والإصابة خطيرة، فراح لدكتور وقع في إيد دكتور إخواني في حتة اسمها إيدر أوبرشتاين في راينينفال في ألمانيا، مقاطعة راينينفال في ألمانيا، حتى اسمها إيدر أوبرشتاين. دكتور العظام ده إخواني طبعا، هو في الأول اتعامل معاه حلو وتمام. لأجل الحظ الدكتور الإخواني ده من زمان موجود في ألمانيا، متجوز قاضية ألمانية، قاضية جنسيتها ألمانية. فقال لصاحبنا، قال له إيه؟ قال له أنا مستعد أجيب لك إيجابي، أجيب لك إقامة في ألمانيا، بس على شرط تعمل اللي هقول لك عليه، اللي اقوله لك تقوله. قال له عايز مني ايه؟ ركزوا معايا يا جماعه عشان تعرفوا المصري شكله ايه، القبطي شكله ايه، القبطي شكله ايه، حتى لما بيطلع بره مصر شكله ايه. الدكتور الاخواني قال له عايزك تجمع 15 20 واحد من المسيحيين الاقباط اللي موجودين اللي جايين عاملين لجوء، وهطلع بيكم على مكان هنعمل مؤتمر تقولوا فيه اللي انا هقوله لكم، ما معناه تقولوا فيه ان السيسي ضد المسيحيين وبيعذب المسيحيين وبتسبب في قتل المسيحيين وبتسبب في اسلمه المسيحيين، وانه سيء جدا جدا مع المسلمين والمسيحيين. اخونا اللي عامل لجوء قال له لا انا ما اقولش كده، انا ما اقولش كده، انا طلعت بره مصر بس ما اقولش حاجة ضد بلدي، ما اقولش حاجة ضد رئيس بلدي. قال له يعني راجع نفسك، طيب ده انا بقول لك هجيب لك اقامة. قال له على فكرة اسم الراجل ده عندي الدكتور، والمقاطعة والسكن بتاعي عندي، واللي قال القصة دي اسمه عندي، يعني ما بنألفش. بعد ما حاول معاه مرة واثنين وثلاثة قال له ادي دقني لو اخدت انت او حد من اللي معاك لجوء في المانيا. يبقى الاخوان ضد الاقباط في المانيا اللي هم ضد السيسي. طب نيجي لدي حاجة تانية بقى، وزارة الخارجية وسفير مصر في المانيا، سفير مصر في المانيا مفهم وزير خارجية مصر ان المسيحيين ضد السيسي، وزارة الخارجية في مصر بتطالب من وزارة الخارجية في ألمانيا
عدم منح لجوء للأقباط، لأن ده بيشير إنه في قلاقل في مصر، فده هيأثر على السياحة وهيأثر على الاقتصاد وهيأثر على علاقة مصر بألمانيا. يبقى في ضغط من وزارة الخارجية على ألمانيا إنها ما تقبلش مسيحيين. الله، طب أمال مين اللي بياخد لجوء في ألمانيا؟ الإخوان. إخوان يقدم على اللجوء في ألمانيا بياخدوا خلال 7 شهور. صاحبنا اللي كلمني ده ليه أكتر من 4 سنين وما خدش لجوء وجايله ترحيل، ممكن بكرة وبعده يترحل على بلده. مين اللي بياخد لجوء في دول أوروبا وأمريكا وغير أمريكا؟ يعني أمريكا يمكن ظروفها دلوقتي ظروفها اتغير، لكن أوروبا كلها الإخوان. يا لهوي، ده يعني القبط جوه مصر مضطهد من الكنيسة، ها؟ ما بتدلوش حقه، ما بتطالبش بحقه، ومضطهد من الدولة ما بتدلوش حقه في الوظائف، وبتضطهده في كل حاجة وفي كل شيء مضطهده ومش واخد حقه، ومضطهد من الأزهر اللي بيأسلم وشغال تكفير في المسيحيين، ومضطهد من السلفيين، ومضطهد من الإخوان، ويجي بره القبط اللي طلع من مصر طلع بره، يبقى مضطهد من البابا، ومضطهد من الخارجية، ومضطهد من السفارة، ومضطهد من الإخوان اللي بره. ايه ده؟ ايه ده؟ ما ترحموا يرحمكم ربنا، ارحموا يرحمكم ربنا. هو لا انتوا لا ترحموا ولا تسيبوا رحمة ربنا تنزل، لا ترحموا ولا تسيبوا رحمة ربنا تنزل. يبقى احنا اتكلمنا عن اللي حصل مع الراجل، واتكلمنا عن موقف الكنيسة في مصر والجوابات اللي وزعتها على كل السفارات ان كله تمام، فله شمعة منورة. الحاجة المهمة اللي انا عايز اقول عليها ان الكنيسة في مصر، القيادة الكنسية، البابا مكمم افواه الاساقفه، يعني بيخلي الاساقفه ما يتكلموش عن ما يعانيه الاقباط. يعني حتى ده انت عندك قوه ناعمه، انت مجموعه الاساقفه اللي موجوده بره دي لو اتكلمت تجيب حقوق الاقباط او بعض من حقوق الاقباط او تمنع بعض المخاطر، لكن حتى دول ممنوع انهم يتكلموا. ممنوع انهم يتكلموا. الكلام برضو جاي من الاخوه اللي في المانيا، بيقول لك بنروح نكلم الاساقفه يقولوا ان احنا ما نقدرش نتكلم غير لما الكنيسه تقول لنا اتكلموا، الكنيسه منعنا نتكلم. يعني حتى اللي عايز يتكلم من الكهنه او ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده معنى كده ان لو اقباط المهجر ليهم بابا لوحدهم مختلف عن بابا مصري بافضل، على الاقل ما يخافش، ما يخافش بابا مصر جوه مصر، ما يخلي الاقباط ما يتكلموش عليها، وممنوع يعملوا مظاهره، ممنوع يطلعوا، ممنوع، ويطلع لبره مصر يخلي اللي بره مصر ما يتكلموش لصالح مين؟ لا 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 لا، ده يبقى كان افضل، يا ريت كان اسقفيات المهجر دي تبقى اسقفيات مستقله، مستقله. الله الله، هو مطلوب ان القبطي يعيش في مصر مذلول، وحتى لو هاجر بره مصر ياخد سلاسله معاه، ياخد سلاسله معاه يعيش بره مصر متعذب. امتى هتشموا نسمات الحريه؟ امتى هتحسوا بنسمات الحريه؟ امتى هتفهموا؟ امتى هتفهموا؟ امتى هتفهموا؟ ما تتكلمش انت في مصر، ما تتكلمش، سيب اللي بره مصر يتكلم. طب لو اتكلمت يا اما تسكت يا اما تتكلم صح، لتقل خيرا او لتصمت. طبعا في ناس كتير تقول لك الله ده الدكتور وجي غلط كده يزعل البابا. الله، هو 12,000 اللي باكيين دول واللي نايمين باكيين دول ما محسش بيهم؟
ما نتكلمش، ما نبردش آلامهم عشان يمكن يزعل البابا أو يزعل الأساقفة من كلمة قالها الدكتور وجيه. يا سلام، و13,000 يتحرقوا بجاز، وبنات اللي تتخطف تتحرق بجاز. أهم حاجة رضا الله على الأرض. خليته مع ربنا إله تاني. مش عايز أطول عشان ما بلغش وعشان ما أخرجش عن اللي أنا بتكلم فيه، بس برجع تاني بقول يا قداسة البابا، نيافتك بتعمل كده ليه؟ يا قداسة البابا، ده احنا بندور لك على حاجات عشان نمسك فيك ونتمسك فيك أكتر. نيافتك بتأذي ناس تانية بدون ما تدرك. مفيش حد واخد حقه في الأقباط. الأقباط في مصر عايشين في رعب، كلهم عايشين في رعب يا قداسة البابا. الأقباط في مصر عايشين في رعب يا قداسة البابا. 12,000 بره مصر طلعوا ودفعوا فلوس عشان يطلعوا بره مصر، نايمين باكين يا قداسة البابا بسبب كلامك. سامحني يا قداسة البابا، أنا ما أقدرش قدام بكاء الناس دي وقدام ألم الناس دي أقعد ساكت، ما أقدرش ما أتكلمش. معلش يا قداسة البابا لو كنت زعلت مني، بس أنا بحاول أحسسك بألم ناس تانية يمكن نيافتك مش واخد بالك منه. بكرر كلامي لكل ناشط مهجر يتصرفوا في موضوع ألمانيا ده. الناس اللي بتتكلم ألماني من نشطاء الأقباط تخاطب الحكومات الألمانية وتخاطب القضاء الألماني وتوضح لهم الصورة. تقول لهم إن اللي بيقولوا لكم إن مفيش مشاكل دول ناس خايفين، معلش، ومتحيزين سياسيا ومضغوطين سياسيا ومكبوتين فكريا ومكبوتين نفسيا. معلش بكرر كلامي، لأن بصراحة الناس اللي اتصل بيها كلها قالت لي كلم لنا مجدي خليل، كلم لنا مدحت إلاذة، كلم لنا مدحت عويضة، كلم لنا حسني بباوي، كلم لنا ديفيد رايت، كلم لنا الناس اللي تعرفهم. الناس عندهم أمل. هنتحرك يا ترى؟ هنتحرك ونحاول نساعد الناس دي ولا مش مهم؟ مش مهم 12,000 يعانوا أو يتشردوا أو يطلعوا من بلد لبلد 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 زي عابر السبيل. في نهاية هذا اللقاء أشكركم أحبائي، وأتمنى حل لكل هذه المشاكل. أتمنى اليوم أن تظهر فيه الشمس لكي تنير الظلمات التي يعيش فيها المصريين. أتمنى اليوم الذي يستنشق فيه شباب مصر الحرية سواء داخل مصر أو خارجها. لكم حبي وتقديري وتحياتي، دكتور وجيه رؤوف.